صباح الخير يا فندم. ازيك يا منصور؟ الحمد لله كله تمام. عامل ايه يا بطل؟ خير يا فندم. مين اللي يخطب الجمعه النهارده؟ الاغلب الجندي عز يا فندم. تمام. لماذا سمي شهيدا؟ فقال البعض: سمي شهيدا لأن روحه تشهد الجنة قبل يوم القيامة. وقال آخرون: أسأل الله أن يرزقنا عيش السعداء، وموت الشهداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا وأطول الصلاة. الله أكبر. اللهم انت عضدي ونصيري، اللهم انت عضدي ونصيري، بك اجول، بك اجول، وبك اصول، وبك اصول، وبك احارب، وبك احارب. اللهم انت عضدي ونصيري، اللهم انت عضدي ونصيري، بك اجول، بك اجول، وبك اصول، وبك اصول، وبك احارب، وبك احارب.